التقى صباح اليوم وزير التدريب المهني وترقية العمل آدم دنجاي ناكور، التقى بعمال الوزارة بهدف التعرف عن كيفية سير العمل الإداري بالوزارة. جرت المناسبة بإصالة الاجتماعات. تقرير منى حسن سكري. جاء هذا اللقاء الذي جمع وزير التدريب المهني وترقية العمل آدم دنجاي ناكور جيت مع عمال الوزارة وشركاء المشروع الإسلامي للقروض الصغيرة ومشروع الدعم المالي الخاص بتشاد. الهدف من هذا اللقاء هو التعارف والتعرف عن قرب على كيفية سير العمل الإداري ومناقشة المشاكل التي تعاني منها بعض الإدارات الفنية بالوزارة، وخاصة في جانب المعدات والموارد البشرية. وزير التدريب المهني ترقية العمل شكر الحضور على إبراز نواياهم للعمل معه، طالبا منهم تضافر الجهود من أجل سير العمل بالصورة المطلوبة لتحقيق الأهداف المنشودة. إن شاء الله أمانة رئيس الجمهورية حتى فوقنا أمانة ده أمانة تجين منستر ده وكيد ناس كبار عن الدولة كونوا قاعد يرجو منا نتيجة. النتيجة ده يمر مننا أنينا هنا حسا قاعدين لو كانوا رجال والكان أوين ولا الوزير ويد ما بقدر بانجا في العمل ده داير منكو أبوي هناكو وللأمانة الكلفون ده نود في بكانا في السلم. هذا اللقاء يعد فرصة تسمع بوضع خطط واستراتيجيات لتنفيذ برامج تدريب الشباب العاطلين عن العمل وخاصة حملة الشهادات. ونشير إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تناسق الأفكار وتوحيد الرعى بين المسؤولين حسب المهام الموكلة إليهم.